هذا طويل العمر بحق قيادتنا الرشيدة بفضل توجيهاتهم، والحمد لله والمكان مكانكم والمطرح مطرحكم. فرصة سعيدة أن أكون متواجد على قناة وازيدان، وهذا مش غريب عليهم من تغطية كافة المناسبات الأفراح الإماراتية في جدة، وما أقول أن نحن شعب واحد وبيت واحد. الوطني الإمارات، وإن شاء الله الله يديم علينا أعواما عديدة في عز وسلام وأمان. طبعا هني نفسي وهني الشعب الإماراتي جميع بهذه المناسبة الغالية، والشعب السعودي الشقيق. وطبعا نحن عيادنا تعتبر كل واحدة وشعبين في شعب واحد، ونحن طبعا سعيدين متواجدين في المملكة العربية السعودية في جدة، هذا المكان الطيب. وراح نحيي حفل اليوم بمناسبة عيد الاتحاد 45، ومحضرين طال عمرك عمل اسمه أو عنوانه مملكة العرب، وهي تتكلم عن العلاقات الوطيدة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا من كلماتي ومن ألحان من ألحاني ومن أداء فرقة صقور النقابية. نحبك الإمارات المحبة يا نظر العيون، ظل شيوخنا لبس كم الغالي بسمعك وعزهم قوم يا ربي سندنا بالرخا ولمحان، وحتى جودهم دايم لقدوم الوعود تكون. نحبك الإمارات المحبة يا نظر العيون، ظل شيوخنا لبس كم الغالي تهني أول للشعب السعودي الشقيق على كل ما قدموه لنا ويقدمون لنا، وأشكرهم جميعا. ولا شك نحن شعب واحد ولحمة واحدة، فعيدنا عيدهم وعيدهم عيدنا. السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، دليل السلام الملكي للمملكة العربية السعودية. على يد حكام الإمارات وعلى رأسهم سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، وأخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. ويعد التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي في دولة الإمارات أحد الجوانب الهامة في مسيرة نجاح تجربة الاتحاد، حيث تتبنى الدولة نهجاً متوازناً ومتدرجاً في إحداث التغير، وأخذه في الاعتبار الخصوصية التاريخية والدينية والثقافية للمجتمع الإماراتي، والمتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة
وذلك حرصا على نهضة الدولة وتقدمها في مختلف المجالات. يا موطن الأخيار هذا حصاد تاريخه شاهد وله تأليف، ماضي مجيد وحاضر به سعادة في دولة فيها الكرم يسبق الطيف.